ما أحسن هذه الخطبة. بعد ذلك أنادي الأخ حزيفة مومباي من الصف شرح الوقاية أن يأتي أمام المذياع وليقدم خطبته على عنوان حب الله ورسوله ضامن للفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حضرة رئيس الاحتفال الموقر وسادتي الأعزاء وزملائي في الدرس، إني أشتاق إلى أن أقوم بخطبة وجيزة عربية سلسة حول الموضوع حب الله ورسوله ضامن للفلاح. إخواني البررة، كل إنسان يحظى بالعقل والقلب، العقل يأمر بالإيتان بالأشياء التي لا تضر الإنسان ويمنعه من أن يقترف ذنبا يسفر عن فساد آخرته وحياته الدنيوية، وإن الإنسان يستخدم قلبه للقيام بالاتصال بقوى الكفر ويستنفذ طاقاته ومواهبه في سبيل لا ينفع في أي مكان وزمان، وبالرغم من ذلك يلزمه أن ينقطع إلى حب الرحمن وأحكامه وإلى حب الرسول وسننه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذان الحديثان الشريفان يدلان على أن يكون الرجل محباً لسنن النبي الكريم أكثر من كل شيء في العالم، ويهجر كل ما يصده عن القيام بتنفيذ هذا العمل، ويمنع عن تحقيق هذه التوجيهات بصدد الإسلام والإيمان. ألا تعلمون أن الله العزيز الجبار يخاطب المؤمنين قائلاً: يا أيها الذين آمنوا، هذا الأسلوب يدل على المحبة والمودة تجاه الذين دخلوا في حظيرة الدين الحنيف. وقال ثانيا: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فعلم من هذه الآية المباركة: إذا آثر الإخوان والأخوات وآثر الآباء والأمهات الكفر بالله على الإيمان به، فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوهم أولياء، لأنهم إن عزلوا عن أحكام الله القدير ويفتخرون بالأمور التي ترجع إلى الشيطان وحفدته، ولأنهم يؤثرون الظلم على العدل والكفر على الإيمان والشرك على التوحيد والفوضى على النظام. فكيف يناسب لأحد أن يحب هؤلاء الرجال الذين هم أعداء العدل والذين هم أعداء الإيمان والذين هم أعداء التوحيد والرسالة؟ فيا أيها الشبان، تفكروا في هذه الأمور
وتدبروا في الأعمال التي تنغمسون فيها، إن هذه الأعمال تؤدي بكم إلى النار ودار العذاب والبوار. فاجتنبوا عن المعاصي والمنكرات، واجتنبوا عن البدع والخرافات، وارجعوا إلى السنة والكتاب الهادي إلى الجنة والمنقذ من النار. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.